وللحديث أكثر عن تطورات المشهد في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من الصنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني تيسير سليمان. أهلا بك معنا سيد تيسير. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد تيسير. يعني في الوقت الذي يتزايد الحديث فيه عن التهدئة، هناك أنباء عن مقتل سيدة وإصابة 20 آخرين بغارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في غزة. هل ستتراجع تل أبيب عن التهدئة، أم هو يعني التصعيد الذي يسبق وقف إطلاق النار؟ بالبداية تحية لكم لقناتكم الكريمة على الإطلاع على هذا الموضوع. والحقيقة هي أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بعدوانه، والمقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا الفلسطيني حتى تحقق البند الأساسي الذي ثارت من أجله، وهو المحافظة على القدس والمسجد الأقصى. أما الاحتلال وحديثه عن التهدئة، نحن نعتقد كمقاومة وكشعب فلسطيني أنه ما لم يكن هناك تهدئة على الأرض معلنة، فهناك حرب مستمرة. وبناء عليه الإسرائيليين علمونا أن أهدافهم المرحلية الخمسة التي تكلموا عنها خلال فترات سابقة قد رأيناها بعيننا: قصف البيوت الآمنة، قصف الشوارع الرئيسية، قصف المدارس، قصف المصانع، قصف الأبراج السكنية. وبناء عليه يتكلمون عن مراحل متدرجة من عملية قتل الشعب الفلسطيني من أجل أن يقولوا للشعب الفلسطيني، للحاضنة الشعبية التي تحمل المقاومة وتحافظ عليها: هؤلاء سوف يدفعون ثمن مقاومة كل الاحتلال. الشعب الفلسطيني وهو يخرج من تحت الأنقاض كما رأينا، يخرجون الشخص بعد يومين من تحت المبنى المدمر عليه وهو بيت آمن، بيت للمواطنين آمنين، لسكان الأصليين، يرفع إشارة المواطنين ويقول نحن ندعم المقاومة. لذلك أخي الكريم، مبدأ أن يتكلم الجميع عن التهدئة ما لم يكن هناك إقرار الاحتلال بشروط المقاومة باعتماد أن القدس والمسجد الأقصى والحي شيخ جراح وتدنيسهما من الاحتلال ما لم يتوقف، لن تكون هناك تهدئة. ولكن يعني لربما كان ما ذكرته هو انتحار سياسي لنتنياهو الذي قد يبدو مأزوما بسبب نتائج العملية العسكرية الأخيرة، ويعني سيرفض طلب الرئيس الأمريكي بايدن بوقف العمليات العسكرية حتى تحقيق نصر ما. السؤال هنا، ما هو الهدف الذي لربما يحفظ لنتنياهو ماء وجهه؟ نسأل الله عز وجل ألا يحفظ ماء وجهه ولا يحفظ ماء وجه هذه دولة الاحتلال. أما بايدن أخي الذي وقع على أسلحة لتوريدها للاحتلال الإسرائيلي أثناء معركة مع المقاومة، فهو شريك مع الاحتلال في قتل المقاومة وقتل الشعب الفلسطيني، وكل شهيد وكل بيت سقط وكل شارع دمر، الرئيس الأمريكي بايدن شريكا في تدميره وقتل المواطنين. ما وجه نتنياهو؟ أنا لا أعتقد لنتنياهو بالعام 2007، بعام 2009، بعام 2008، 2009، 2012، 2014 الاحتلال استخدم نفس العرض، شيء أننا أضعفنا من البنية الأساسية للمقاومة، أننا دمرنا الأنفاق، أننا دمرنا منصات الصواريخ التي تطلق. والمفاجأة، وهي المفاجأة التي جعلت العالم كله ينظر إلى المقاومة الفلسطينية أنها مقاومة قوية، الصواريخ ما زالت تضرب، مدى الصواريخ ما زاد يزيد، استخدام الغواصات البحرية، استخدام الطائرات المتفجرة ضد المصانع والمنشآت العسكرية والمطارات العسكرية والتجمعات الجنود الإسرائيلية. وأيضا أمر مميز أن المقاومة لا تضرب عشوائيا، المقاومة خلال الأيام العشرة الماضية ركزت ضرباتها على المصانع العسكرية، على المطارات الاستخبارات وجمع المعلومات، على مطارات الطيران F-16 و35، ضربت أماكن الطائرات المروحية، استخدمت صواريخ بعيدة المدى لضرب مصانع البيت الكيماوية والحديد والمواد التي تستخدم في التصنيع العسكري. لذلك نتكلم بكل وضوح، المقاومة لن تحافظ على ماء وجه الاحتلال. شكرا جزيلا لك. وجه الشعب. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من الصنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني تيسير سليمان. شكرا جزيلا لك.